من أباح الغناء استدلوا ببعض الأدلة التي أباحوا بها الغناء، وأعطيكم هذه الأدلة وأبين الرد عليها. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى من مكة إلى المدينة مهاجرة وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أنهم ضربوا بالدفوف، وقد أنكر ابن القيم رحمه الله أن هذا القول وهو طلع البدر علينا أنكر أنه في قدومه من الهجرة، وإنما كان إن صح كان في قدومه من تبوك إلى المدينة. والألباني رحمه الله يرى أن هذا ليس بثابت من حيث السند، فهل بعد هذا القول من قول؟ فهل بعد هذا الرأي من رأي؟